أتذكري؟ لا والله. أنت؟ لا والله. هكذا حدثنا عن البشر. أتذكري؟ ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديربي. سوريا لي، سوريا لك، سوريا إلنا كلنا. أمير الماما لكل امرؤ يا أخي الأمرؤ أمراء في قلبه وعقله، أمراؤه الشخصيون. فهذا الولد اللي مالك قايمه من أرضه مع قشرة بصلة أمير. إيه والله العظيم أمير. انسى أواعيل مبهدلة وأنفه اللي عم بيشرشر وصباطه المفتوح على كتر ما فعى ورقد وشاط وتصادم وتنادم وتهرب من الكتاب. انسى جقارته وقلة أدبه وعدم اكتراثه بمرورك، فما أوقف لعب الطابة حتى جاءت الكرة في نص أحف راسك اللي مو ناقصه. فوق كل أكل الهوى اللي عم يتصارع جوات راسك بتجيك تتويج للصداع الخفي طابة شاط الأمير. دخت. وكيف يكون أميرا هذا الشقي الذكي اللي فيه بعينيه للأمانة والله لمعة ذكاء ولمعة حياء، مشان ما نظلمه ونطلعه فلتان ليوم الفلتان، إلا إذا بدك تقلي إنه أمير على قلب أمه يا عين أمه. الله يحرس لك الأمير من العين يا مدام. بس في مجال تحكي للعينتين إنه يلعب بالطابة بالشارع؟ مو مشكلة. يندعس بشي سيارة أو بسكليت حديث متقمص شخصية الميتور بدون بنزين؟ مو مشكلة. ما قلت آمين، عم قول مالي علاقة. هو حر بحاله، بس إذا في مجال تحكي له يوقف الطابة شوي لما بيمرقوا الناس، ورح أقنعك مدام بإذن الله. معاذ الله أن أصدر الأوامر، لا، أنا أطرح بعض المقترحات، مو مشان شي، بس لأنه قلبنا من الحامض لاوي، والسيارات احتلت الأرصفة، وما عاد فينا نمشي الحيط الحيط مثل زمان أول لما كنا نمرق بين اللعيبة في وضح النهار ونصاص الليالي على ضوء لمبة أديسون كتر الله خيره خلى الطابة تصير بالليل وبالنهار، وصار في أضواء كاشفة، وما عادت اللعبة توقف عند المغرب، وهي التي بدأت عصراً تيمناً بأغنية بين العصر والمغرب، وهي الفترة المثالية للعشاق، والمثالية للطلاب، والمقسومة على لعيبة كرة القدم، فيختلط الشارع بالشاعر والعاشق والطبيب المستقبلية واللاعب الرهيب، وتعتدي الكرة على رؤوس غارقة، شي بالأفلام وشي بالمصايب وشي بالأحلام وشي بالآلام، تعتدي الكرة على خط اتصال بين العابرين والسماء، توقظ في رؤوسهم المضروبة بطابة طائشة آلاف الأوجاع النائمة في تلافيف الدماغ. ويكر أمام عينيك يا مدام شريط حياتك يا عين، ما شفت زي شريط، وتنداح أمام ناظريك الذكريات، وأنت كنت قد نسيتي مستفيدة من خدمة نعمة النسيان المجانية الربانية اللي ما بدها وحدات في زمن الوحدات، وينتزع السيران. بقى يا مدام بتحبي ينتزع سيرانك مشان طابة؟ يعني لو كان بلاها ما كان أحسن للجميع؟ قصدي انه انتو ما بتفرق معكن، مو جايكن شي مو منيح، بس من المؤكد انه مو جايكن شي منيح كمان، لانه مو معقول تكونوا مستمتعين بوضع المأساوي حاليا. لذلك وتكرما وتحسبا لأي مضاعفات قد تحدث معي ومع بعض الأخوة العابرين اللي ما بيلقوا نكشي على الراس مثلي، يرجى انه تحكي للأمير تبع قلبك وحياتك انه يوقف لعب عند مرور فئة المشات، لانه ما عاد في حيط لكي يمشوا إليه متمتعين بخدمة السترة. فالسيارات احتلت الأرصفة وحطت حالة محل الحيطان، وامشي المرسيدس البي ام وقول يا ربي السترة. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015.